نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة للكفار الذين يريدون الدخول في الإسلام، ويرى بعض الأخوة أن لا يستعجل في دخولهم في الإسلام، بل يرى أن يعطوا كتبا وأشرطة ويبقوا شهر وشهران حتى يتعلموا ويتفقهوا في العقيدة الإسلامية، هل أولى وهم يريدون الإسلام يأتي الرجل ويقول أريد أن أدخل في الإسلام وبعد ذلك تخبروني بما يجب علي من العبادات، هل أولى أن نسارع ونجعله يدخل في الإسلام أم نعطيه فرصة حتى يتعلم ثم يسلم؟ الواقع أن بعض الناس كما ذكرت يقول هؤلاء الذين جاءوا إلينا وافدين، قد يقول قائل منهم أنا أريد الإسلام وهو جاهل به، فإذا دخل في الإسلام ثم لم يروق له ولم يستحسن شعائر الإسلام نكص على عقبيه، وحينئذ تكون الطامة أعظم، لأنه إذا دخل بالإسلام ثم نكص صار مرتدا، لكن لو بقي على دينه صار كافرا أصليا، والمرتد أعظم من الكافر الأصلي، لأن الكافر الأصلي يقر على دينه والمرتد لا يقر على ردته، يدعى للإسلام فإن تاب وإلا قتل. فيرى بعض الإخوة أن لا نتعجل، ثم إن بعض هؤلاء العمال قد يدعي أنه مسلم لغرض دنيوي ليس لحب في الإسلام، فكوننا نقيم عليه الحجة ببيان الإسلام ثم يدخل عن بصيرة أولى، رحمك الله، أولى من كوننا نتعجل. وعلى هذا فينبغي أن ينظر للقرائن، إذا رأينا أن هذا الرجل عامل بين قوم مسلمين وكان يشاهدهم ويشاهد طهارتهم وصلاتهم وأذكارهم وسيرهم، فهذا من حين ما يقول إنه راغب في الإسلام نقبل منه. وأما إذا كان جاهلا وقد أتى حديثا ولم يدع عن الإسلام شيئا، فهنا يحسن أن نبين له الإسلام أولا ثم نقبل منه دعوة الإسلام. نعم.